ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من بغداد الكاتب والباحث السياسي دكتور عبد السلام ياسين السعدي. مرحبا بك دكتور عبد السلام. إذا بعد تلميح رئيس وزراء الكيان الصهيوني بضرب مستودعات أسلحة ميليشيا الحشد وتأكيد صحيفة نيويورك تايمز تلك الضربات الصهيونية، كيف ترى هذه الضربات المتكررة وسكوت الميليشيات عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي العزيز ولمشاهدي قناة الرافدين. وحياك. الحديث عن هذا الموضوع لو نأخذ باختصار حول سلسلة الأحداث اللي حصلت في المنطقة منذ بداية الأزمة الإيرانية الأمريكية والتصريحات اللي ظهرت من الجانبين والتحركات العسكرية التي وصلت إلى مياه الخليج العربي ومواقف الفصائل المسلحة للحشد الشعب العراقي وهي بتصاعد، نستنتج أن المعركة المزمع قيام من قبل أمريكا ضد إيران هي ليست موجودة، فقط عبارة عن تهديدات في السلاح، وإيران تستغل هذه التهديدات بتهديدات مقابلة أيضا، وكما شاهدنا باحتجاز بعض ناقلات النفط والهجوم على ناقلات نفط في الإمارات. نعم. أما بالنسبة إلى موضوع الساحل العراقية، الساحل العراقية ممتلئة بفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران. وتحليلي آني الشخصي أنه لا توجد هناك حرب أو معركة بين أمريكا وإيران في العراق إلا لاستنزاف موارد العراق المادية والعسكرية. ولكن كيف تفسر تصريح رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو الذي قال أنه يعمل ضد القواعد العسكرية التي تقيمها إيران سواء في العراق أو اليمن وسوريا ولبنان؟ يعني إلى أي مدى ترى أن جيش الاحتلال الصهيوني سيكون وكيل أمريكا لضرب أذرع إيران في المنطقة، وما تبعات ذلك على التركيبة الأمنية لهذه المنطقة؟ السياسة الأمريكية والسياسة الصهيونية الإسرائيلية تقوم على شيء واحد، وهو كبح جماح إيران لاحتلال هذه البلدان. إيران توسعت أكثر من اللازم في عدة بلدان، منها العراق وسوريا ولبنان واليمن، وحتى تريد الوصول إلى دول الخليج. بالنسبة إلى إسرائيل، لا يعني لو كانت إيران ضمن حدودها ما كانت هناك أي مشكلة بين إيران وإسرائيل، ولكن المشكلة الآن هو تمدد إيران نحو هذه الدول، وخوفا من هذا التمدد بدأت السياسة الإسرائيلية الصهيونية بقطع أجنحة إيران في هذه البلدان. نعم. بدأت بسوريا والآن في العراق. طيب، في المقابل يعني أبو مهدي المهندس اتهم أمريكا بتسهيل مرور 4 طائرات صهيونية لضرب معسكرات داخل العراق. هل يمكن أن يكون تصريح المهندس هذا يعني توطئة لعمليات ضد المصالح الأمريكية داخل العراق؟ عندما أدركت إيران أن سياسة أمريكا وإسرائيل هي لقطع أجنحة وتمدد إيران في المنطقة وهذه الدول، بدأت بتحريك فصائلها وعملائها الموجودين في العراق، ومنهم أبو مهدي المهندس الذي يعتبر الشخص الأول أو الثاني في الحركة الثوري الإيراني والتابع إلى قاسم السليماني، وهذا شيء يعني معروف ويعني معلن وليس بشيء مخفي. لكي يزاح التواجد الأمريكي من العراق فلا بد من تحريك هذه التصريحات، وهي التصريحات أنه القواعد الأمريكية تكون ضمن مداياتنا، مديات فصائل الحشد الشعبي، وقادرين على طردهم. هم فقط جعجعة لا أكثر ولا أقل. أما الغاية فالغاية إيران تريد طرد الولايات المتحدة والنفوذ الأمريكي من العراق كي تهيمن بشكل أكثر. نعم. إذن شكرا جزيلا لك هاتفيا من بغداد الباحث السياسي دكتور عبد السلام ياسين السعدي.